آلية عسكرية محروقة اطلع من الأرض، ناس فقيرة ماشي حافة باللي حرباني مش عارفة لوين، العالم بتخاف من المشاكل، مطرح ما بيصير مشكلة بيبعدوا عنها، بيخافوا ويهربوا ونحن بعدنا واقفين حاملين الكاميرا لأنه كنا عم نصورهم، هني يهربوا ونحن نبقى واقفين. الصحافي والمراسل بيروحوا لعن المشكلة لحتى يشوفوها ويفرجوها لغيرهم. المصور بس يحط عينه على العدسة ما بيعود يقدر الخطر الموجود حواليه. دايماً على الجبهات، على الحدود، مع اللاجئين، كنا مع المقاتلين تحت الطيارات، قدام المدفعية، بوجه الدبابات، مصور والصحافي بيروحوا تحت يسمعون ويحضرون لهالعالم هيدا الأخبار. تكون قريب من الخبر بدك تكون قريب للخطر، يمكن هيدا اللي بتولد هذا حب الاستمرار بهذا العمل. توني سمعان، مسؤول عن قسم التصوير الخارجي سكاي نيوز عربية.